أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري لبناني اليوم. بعد رد حزب الله، هل انخفض منسوب التوتر أم أن التصعيد الذي بلغ ذروته قبل الرد ما زال قائما؟ وهل مؤشرات الحرب الكبيرة ما زالت مرتفعة أم أننا عدنا إلى قواعد الاشتباك السابقة؟ وهل نجح حزب الله في المحافظة على قاعدة ومعادلة الردع مع العدو الإسرائيلي؟ أما في فلسطين، فالضفة الغربية كما غزة تواجه عدوانا إسرائيليا كبيرا، فهل سيناريو غزة سيعاد في الضفة؟ أما في المنطقة فالجميع ينتظر الرد الإيراني، فما تأثير هذا الرد على التطورات في المنطقة؟ هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام وغيرها بطبيعة الحال يسرنا أن نستعرضها ونناقشها مع ضيفنا الصحافي الأستاذ فادي أبو ضياء. أستاذ فادي، أهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز على شاشة تلفزيون لبنان. أستاذ فادي، قبل رد حزب الله كان التصعيد الكبير هو سيد الموقف، بعد الرد يبدو كأننا عدنا إلى قواعد الاشتباك السابقة. هل تعتقد أن احتمالات الحرب الواسعة والكبيرة قد تلاشت أو على الأقل تراجعت إلى حد كبير؟ بلا شك أنه احتمالات الحرب تراجعت بشكل ملحوظ، ولكن هذا التهويل الذي كنا نراقبه قبل الرد الذي حصل هو عملية تهويل لمنع حصول الرد وليس التهويل بالحرب فقط. يعني كان التهويل لمنع حصول الرد باعتبار أنه ما يحصل الآن في لبنان يمكن أن يحصل أضعافه في حال رد حزب الله. طب هذا رد حزب الله، وجدنا أنه الإسرائيلي نزل عن الشجرة، تصريحاته ضمن السقف المطلوب، ما في تجاوز، قبلوا بالرد وخلصنا. الآن عادت الناس إلى التطبيل والتزمير بموضوع جدوى الرد. يعني قبل الرد كانت العالم بدها الرد، بس بدها رد ما يعمل حرب. لما حزب الله عمل رد دقيق مدروس حساس، شفنا أنه الناس بدأت تشكك بجدوى هذا الرد. لا، احتمالات الحرب هي احتمالات بدأت بالهبوط، بدأت بالتراجع. الدليل هذا مطار بيروت، عادت الطائرات بشكل كامل، شركات الطائرات بشكل كامل، الناس زال بالشارع بتشوف الارتياح، الحالة الاقتصادية حسيتها في بلشت تنشط من أول وجديد، السياحة، المطاعم إلى ما هنالك. إذن في أمل، في تفاؤل عند الناس، في ارتياح، في طمأنينة. لكن هل هذا يعني أنه انتهت أفاق الحرب، انتهت نسب الحرب؟ أكيد لا، دائما احتمالات الحرب هي موجودة، ولكن مثل ما دائما من شبه أنها بورصة، صحيح، تعلى أسهم و تنخفض هذه الأسهم بحسب ظروف المعركة. الآن مثل ما ورد بمقدمتك، الإسرائيلي انتقل من غزة إلى الضفة وهو الآن يصب جل اهتمامه هناك. الاهتمام الآخر موضوع الشمال. بنفس هذا التوقيت عم نشوف في هناك انطلاق لمفاوضات ربما لم يتم الإعلان عنها بعد، ولكن يبدو أنه هناك أمور بدأت بالعلاج حتى انتظار الرد الإيراني والرد اليمني، ليس فقط الرد الإيراني. وبالتالي مع هذه الردود سنرى هل ستعود بورصة أسهم الاحتمالات الحرب بالارتفاع أم كمان إسرائيل لح تبلع هذا الرد. أستاذ فادي، كيف قرأت عملية جاليلوت؟ هل نجح الحزب فيها؟ وبرأيك هل الرد كان متناسبا مع حجم اغتيال الشهيد فؤاد شكر؟ هلأ إذا عم تحكي عن تناسب بمعنى الشخصية حجم أكيد عمل. أكيد ما في تناسب، يعني أكيد ما في شيء بيناسب القائد الشهيد فؤاد شكر، ولا في شيء بيناسب القائد قاسم سليماني، ولا في شيء بيناسب الحاج عماد مغني، ولا في شيء بيناسب مصطفى بدر الدين، ولا أي قائد من قيادات المقاومة يمكن أن تجد لهم نظير عند الجيش الإسرائيلي. هذا ما في تناسب. لكن لما بدك مثل ما شرح سمحت السيد، لما بدك تعمل رد بدك تعمل هذا الرد بشكل مدروس ودقيق وحساس. المكان الجغرافي، أهمية الهدف، حيثيات هذا الهدف بالنسبة للعدو. أربعة، كيف يمكن أن توصل هذه الصواريخ أو المسيرات التي سوف تدمر هذا الهدف. هذه العوامل الأربعة، والأهم العامل الخامس أن لا يؤدي هذا الرد إلى حرب، إلى حرب، حرب شاملة. صحيح. إذن عندك خمس عناصر. بالحيز الجغرافي أنت
صح هني ضربوا حارة حريك، انت ضربت ضاحية تل أبيب. هلا مش ضاحية تل أبيب يعني 1500 متر ما كيلو. يعني ما بيعد بضاحية تل أبيب، يعني بدك تقول على حدود وتخوم تل أبيب، يعني بضمن الدائرة الإدارية إذا بدنا نقول لتل أبيب. طيب الموقع الجغرافي هو مركز استخبارات من الدرجة الأولى، ليس في داخل الكيان فقط بل في العالم. في العالم؟ نعم، مركز الاستخبارات شعبة أمان والوحدة 8200 هي واحدة من 3 شركات أو وحدات أمنية المتقدمة الأولى في العالم، الأولى في العالم. ولذلك إذا بتروح بتدقق ب 8200 بتشوف أن لها فروع بالتعاون مع جوجل، مايكروسوفت، أمازون، ومعظم الشخصيات اللي بيشتغلوا هن بهيدا الشركات هم كانوا عناصر سابقين في 8200. لذلك عندما تتحدث عن هذه الوحدة أنت عم تحكي عن أكثر وحدة أمنية مسؤولة عن إخبار المسؤولين الإسرائيليين عن أي خطر يحدث. يعني وحدة 8200 مسؤولة عن إخبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والسياسيين أن هناك خطرا سوف يحدث على الكيان. فشلت هذه الوحدة في 7 أكتوبر، وفشلت هذه الوحدة في إخبار هؤلاء المسؤولين أن هناك هجوم على هذه الوحدة. يعني أنت اليوم ما عم تحكي عن هجوم حزب الله على سكنة عسكرية مختلفة عن 8200، لا، لحتى تقول فشلت في رصدها، في استهداف يطال الوحدة نفسها، وفشلت في الكشف المبكر عنها. بالتالي هذا أهمية الهدف. اثنين ثلاثة، أنه أنت اليوم إسرائيل طيلت فترة عملية الاغتيال، منذ لحظة عملية الاغتيال لفؤاد شكر وإسماعيل هنية والتوعب بالرد وأخذ كل هذه المفاوضات، إسرائيل حشدت كل ما حشدت به من أساطيل ورادارات وأنظمة دفاع جوية وغيرها بهدف منع أو صد صواريخ حزب الله. وأكثر من هيك، هي تقول أنه قبل ما يصير في إطلاق للمسيرات أو للصواريخ استشعرت فقامت بعملية ضربة استباقية. صحيح. الضربة الاستباقية عملتها على شريط الحدود، لم تصب أي صاروخ، أي منصة صواريخ، أي شيء لم يتعرض لأذى. طيب ومع ذلك استطاعت المقاومة أن توصل مسيراتها إلى الهدف وتنقض عليه. نبقى بالنتائج. هلأ سادت حالة من الهلع وحالة من التمييع والتسخيف بموضوع النتائج، لتخرج صحيفة بريطانية الجارديان وتقول لهم أنه قائد هذه الوحدة هو مفقود حتى الآن. هذه معلومات موسوعة، لأنه مش أنا عم بنقول الجارديان شو قال، ما ليس عندي أي معلومات خاصة في هذا الجانب، ولا أعتقد أن لدى حزب الله حتى الآن، وإلا لكان سمح السيد أعلن عن ذلك. الآن نحن نتحدث مصادر الجارديان البريطانية حليفة إسرائيل والمعنية بالتعمية عن أي خسائر تحصل لإسرائيل. شايك الجارديان بتقول أن هناك فقدان للاتصال مع يوسي سرايل وهو قائد وحدة 8200. إسرائيل لم تؤكد ولم تنفي، لم تؤكد ولم تنفي، وحتى الآن ما زال الأمر في طي الغموض أو الضبابية، لكن عاجلا أم آجلا سوف يتم الإعلان عن ذلك. يعني هل تعتقد أن المسيرات وصلت إلى أهدافها؟ السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير يقول بأن المسيرات بحسب معلومات الحزب وصلت إلى الهدف، لكن الأيام والليالي هي التي ستكشف حقيقة ما جرى. وبيقول السيد أنه إذا كان بين عنا أنه الرد منه مرضي سنعيد القيام برد آخر. هل هذا الكلام يدلل على عدم ثقة الحزب بهذه العملية برأيك؟ لا، هون في مفهوم بموضوع النتائج مرضية أو غير مرضية له علاقة بنقاش. إذا كان هذا الرد هو ردع إسرائيل أم لم يردع إسرائيل، موضوع الخسائر وموضوع النتائج ترك سماحة السيد الباب مفتوحا. ليش ترك لذلك الباب؟ لذلك الباب، لذلك ببيان حزب الله شو قال؟ الرد الأولي، الرد الأولي. ترك الباب مفتوح لسببين حتى الآن غير معلوم النتائج هذا الاستهداف.
المسيرات وصلت؟ نعم وصلت. تأكد أنه وصلت يعني؟ نعم أكد سمحت السيد أنها وصلت. وسمحت السيد ما حيطلع يحكي لأنه شيء، لأنه العدو زعم إسقاط المسيرات وما في ولا قاعدة الصواريخ في الشمال أو الوسط تعرض. لا حتى الجارديان نفسه صور بعض المباني المهدمة. هلأ حجم التعمية، حجم التكتم الإعلامي كبير جدا، بالتالي أول على آخر حزب الله معني بأن يظهر للناس حجم هذه الخسائر أو نتائج هذه الضربة. ما بدي أعطشك بس لأنه السؤال تقني كمان مرتبط بهذه النقطة. نحن اليوم أستاذ فادي وأنت خبير في هذا المجال نعيش في عصر الصورة، ألم يكن مفترض بعملية الرد الكبيرة التي كان حزب الله ينوي تنفيذها أن يصاحبها أو يرافقها بصور بتسجيلات عبر المسيرات، خصوصا أنه يملك الهدهد وهي مسيرة صورت الكثير داخل الكيان؟ هل تعتقد أنه الحزب يملك سؤال مشروع، يملك سؤال مشروع حول هذه العملية؟ يملك سؤال مشروع. لا ندري إن كان حزب الله يملك صور يظهرها في وقت معين، لا ندري، ولا ندري إن كان هناك إمكانية تقنية بأن يتم إرسال أو تصوير هذه العملية من هذه المسافة البعيدة. صحيح. إحنا عم نحكي 110 كيلو. صحيح. هلأ الأمور التقنية أنا لست خبير عسكري، أنا أقول من حيث الاستراتيجية المقاومة عندما يخرج السيد نصر الله ليتحدث عن عملية ناجحة فالعملية ناجحة، عندما يتحدث السيد نصر الله عن وصول المسيرات يعني المسيرات وصلت، الإسرائيلي يعلم ذلك، وبيئة المقاومة والمقاومة التي أطلقت هذه الصواريخ وهذه المسيرات هي تعلم ذلك. طيب خلينا نقرأ المشهد بالعكس. إذا رحنا على الإعلام الغربي، صحف، تلفزيونات، صحفيين، مراسلين، محللين، خبراء عسكريين، بنشوف في إجماع عند الكل أن هذه الضربة لم يسبق لها مثيل، وأن حزب الله اختار الهدف بعناية، وأن حزب الله استطاع أن يوصل مسيراته بأعجوبة إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية وإلى داخل تل أبيب. طيب شو العجب بالموضوع؟ طيب مسيرة اليمنية ألم تصل إلى قلب تل أبيب؟ صحيح. شو العجب بالموضوع؟ ما في عجب. اثنين، نجي حملات التمييع والتسخيف وتقليل من شأن الضربة أو الرد، من أين جاءت؟ المصدر مطبخ إسرائيلي، وزع على بعض الدول العربية، إلى الداخل اللبناني، بعض القنوات العربية. إذا أنت بتشيل هاي القنوات العربية، قنوات العربية مش قناة العربية بس، قنوات العربية بتشيلهم وبتقارنهم بالقناة كان العبرية أو صحيفة يدعوت إحرانون أو غيرها، بتشوفهم هاو عم يحكوا بطريقة أفضل، يعني عم يحكوا بطريقة أفضل. بأي معنى؟ هني عم يكذبوا بس عم يكذبوا بموضوعية، هاو عم يكذبوا بس بغباء. ليه؟ لأنه هاو بده يكذبوا لمجرد الكذب حقدا عليك، هاو عم يكذبوا ليدافعوا عن نفسهم، طبيعي يعني، ما لح يخبرونا الحقيقة، ولكن موضوعيين بكذبتهم، ذكايا بكذبتهم، بس هاو أغبياء يعني الطريقة اللي عم بيعالجوا فيها الموضوع. على أي حال النتائج ستظهر. أنا بقول لك يعني أنا ما بتطلع على الإعلام بالداخل هون شو بيحكي. إذا أنت بتروح بتقرأ كل الإعلام الذي تحدث، أنا تبعت الإعلام الأمريكي وتبعت الإعلام الإسرائيلي، تبعت الإعلام البريطاني والألماني والفرنسي، كل هذا المحللين اللي يعني موجودين على السوشيال ميديا يعني موجودون، كلهم يجمعون عم بقول لك على هيدي النقاط. الضربة هي ضربة نوعية جدا لم يسبق لها مثيل، في استغراب كبير ودهشة من قدرة وصول حزب الله إلى هذه المواقع ومعرفته بهذه القاعدة. بس للمعلومات هذه القاعدة ما كان في حدا بيعرف عنها شيء، هي ملفوفة بالسرية يعني ما في حدا بيعرف عنها شيء. طيب حزب الله كيف عرف عنها؟ مش بس كيف عرف عنها، كيف عرف أحداثيات هذه القاعدة؟ انت رائب بخطاب السيد عم بيقول لك الطريق من ميت الشمال حد الاوتوستراد وعلى الشرق، عم يحكي بطريقة الواثق جدا والعارف جدا. صحيح. بإحداثيات هذه القاعدة. إذن هذا يدل على أن حزب الله يعرف تماما كيف يقاتل هذا العدو ويعرف تماما كيف يوجع هذا العدو. نحن بدنا نقول الحمد لله أنه صار عندنا مقاومة
قادرة على أن توصل صواريخها وأن تردع هذا العدو. تردع هذا العدو يعني له علاقة بالنتائج المرضية. إذا كان هذه النتائج ردعت العدو الإسرائيلي فهي مرضية، وإذا لم تردعه بنروح على خيارات تانية. دليل طيب، شوف الإسرائيلي من وقت الضرب لحتى اليوم كيف صرح الإسرائيلي، كيف صرح؟ صار له أسبوع 10 أيام عايش اللبنانيين كله بتهويل الحرب، بس صارت الضربة خفض منصوب تصريحاته بشكل كامل. لكن خصوم حزب الله يقولون بأنه خسر معركة الردع مع العدو الإسرائيلي التي عمل على تكريسها طويلا، كيف وهن ربحوا معركة الصداقة مع إسرائيل؟ هن ربحوا معركة الصداقة مع إسرائيل؟ لأنه هذه المعركة إما بتكون صديق لإسرائيل إما بتكون عدو لإسرائيل. حزب الله والمقاومة وكل المقاومين هؤلاء اللي شايفهم بالجنوب من السنة والمسيحيين والدروز والشيعة من كامل فصائل المقاومة، الحزب القومي وغيره من الأحزاب اللي عم بيقاتلوا بالجنوب، بيقول لك هودي عم بيقاتلوا إسرائيل وبيعتبروا إسرائيل عدو. هذا يبدو أنه ربح معركة الصداقة مع إسرائيل. صحتين على أستاذ فادي، قبل الرد كان هناك توقعات من بعض الخبراء بأن يستخدم حزب الله صواريخ دقيقة في الرد على عملية الاغتيال، لكنه لجأ إلى المسيرات. برأيك لماذا لم يستخدم الصواريخ؟ إن كان صديقا، لأنه لا بدي لك وجهة نظر الخصوم، بيقولوا أنه حزب الله يؤجل استخدام الصواريخ الذكية والدقيقة ناطرينه ليطلعوا، لأنها آخر أوراق القوة لديه. شو بدك؟ ناطرينه الحزب، ناطرهم للخصوم ليطلعوا يستخدموا هني الصواريخ، وقبل ما يطلقوا الصاروخ بما ينسوا يحطوا الناظور لينوضروا منيح على الهدف، بس إن شاء الله يقشعوا. طب ليش ما استخدم الصواريخ الذكية الحزب في العملية برأيك؟ أستاذ، الموضوع العسكري مش أنا ولا أنت منحدده، لنكون واقعيين وموضوعيين. الموضوع العسكري حزب الله يعلم تماما ما هو السلاح المناسب الذي يمكن أن يوصل إلى الهدف، بالتالي الصواريخ الدقيقة الصواريخ الذكية إلى بتقدير الشخصي إلى وقت للحرب. بنحكي بالحرب الشاملة، بنحكي بالحرب المفتوحة، الحرب التي يتم القصف فيها بدون سقوف بدون ضوابط، هذا يمكن هذاك وقته. أما وقد تستطيع هذه المسيرات أن تصل إلى الهدف وتحقق النتيجة، ليش بده يستخدم الصواريخ الذكية والدقيقة؟ لا بده يكشف أوراقه إلى الإسرائيلي مبكرا، ما الإسرائيلي مش عارفين شو نوعية الصواريخ اللي موجودة عند حزب الله. إذن اللي كان صديقا فمنقول له لهذا الخبير أو لهذه الناس أنه بلا شك المقاومة تدرس بعناية السلاح الذي تستخدمه في ضرب الهدف، وبالتالي الصواريخ الدقيقة أو الصواريخ الذكية إلى وقتها في الحرب الشاملة التي يمكن أن تستخدمها حزب الله. وإن كان خصما منقول له الصواريخ الذكية ناطرتك إذا فيك تحملها أول شيء، أو إذا بتعرف تضربها تاني شيء، أو إذا عندك ناظور تالت شيء، ميل على الصيف يجيب لك ناظور وضلك واقف على الحدود ناظر وبعدين نضرب الهدف. أستاذ فادي، عند بدء المواجهات كانت معنويات جمهور المقاومة مرتفعة، لكن مع زيادة عدد الشهداء مع اغتيال القاضي ثم من يقول بأن معنويات جمهور المقاومة منخفضة. هل هناك، وأنت على تماس وأنا بعرف أنك على تماس مع بيئة المقاومة وأنت جزء منها، هل معنويات جمهور المقاومة، هل هناك إحباط لدى جمهور المقاومة؟ من مين؟ من التطورات في المنطقة، من اللي عم بيصير يعني. أولا أنت بتعرف نحن شهدائنا ما بنبكي عليهم بقدر ما نزفهم شهداء، فكيف بالك بشعب بيعمل عرس بالشهادة؟ هذا شعب فيك تركعه، هذا شعب فيك أنت تراهن على ضعفه. طيب أهالي الجنوب صار لهم من الاجتياح الإسرائيلي من الثمانينات لحد بالتحرير بالعام 2000 وهني عم بيعانوا من الاحتلال الإسرائيلي، تعبوا ضعفوا بطلوا يقاوموا. شو صار؟ ما كل يوم كانوا عم بيعتقلوا ويعتقلوا، وكل يوم كانوا عم يستشهدوا، وكل يوم كانوا عم بينأسروا، وكل يوم كانت أرزاقهم تغتصب وبقي يقاتل. على مين بدك تراهن؟ على أهل البقاع؟ إنه هلا الإسرائيلي عم يضرب بالبقاع، إنه هذا الضرب بالبقاع بيركع أهل البقاع؟ شو ما في ما عنده، ما دارس هذا، ما دارس تاريخ، ما دارس جغرافيا، ما بيعرف إنه أهل البقاع من صلب جبالها، من صلابة هذه الجبال
من قوة هذه المقاومة وشموخها، ما بيعرف أنه هذه أهل البقاع لن يتركوا المقاومة، لا اللي حصرتهم ولا اللي فقرتهم ولا اللي عملت لهم أزمات في الداخل ولا اللي عملت تضليل إعلامي ولا اللي عملت تهويل، وبتطلع بطيرانك يوم تعمل جدار صوته يوم بتضرب. أنه شو بدك تعمل يعني؟ أنه فكر أنت الإسرائيلي إذا طلع ضرب بالبقاع أنه والله أهل البقاع لح ينفضوا من حول المقاومة؟ غبي إذا بيفكر بهذه الطريقة. هيدي المقاومة انطلقت من البقاع، مؤسسها السيد عباس الموسوي من البقاع، هذه المقاومة التي تم تأسيسها من جبال هذه البقاع، هودي المقاومين تدربوا في جبال البقاع. مين بده يهزمهم لأهل البقاع؟ طيران إسرائيلي أنه بيعمل حالة تهويل ورعب طبيعي، هذا أمر طبيعي. بس مين قال لك أنه أنت يعني إذا نحن ضربت بالمنطقة بطلنا مقاومة؟ لا، كل ما ضربت نحن نزداد إصرارا على المقاومة. ليلة الضربات في البقاع، ليلة الضربات في البقاع، إذا بتسمع حديث الناس كله بيقولوا لك هذا يؤكد أنه لا خيار أمامنا إلا المقاومة. إذا بتسمع كل الناس بالبقاع شو بيقول لك؟ هذا دليل أنه نحن ما عندنا خيار إلا المقاومة. كل ما ضربت كل ما نزداد إصرارا أنه لا خيار أمامنا إلا المقاومة، أنه نركع فشر برأفتك. مع اقتراب المعركة من السنوية الأولى، يعني حصلنا السنة تقريبا بعد شهر على بدء المواجهات وعدم وجود أفق لنهاية الحرب الاستفادي، هل أخطأ حزب الله بتقدير مدة هذه المعركة؟ وأنه لو كان عارف يمكن أنه حتضل المعركة سنة وأكثر ما كان فتح جبهة الإسناد ولا ربط جبهة غزة. ليش أعطاك سر حزب الله قديش مقدر ما وقت المعركة؟ عم بسأل يعني. لا، إذا أعطاك سر قل لي، ما متشارك أنا وياك بالسر. يعني هذا اللي بيجيبوا هيك أسئلة أو بيجيبوا هيك عناوين إنه حزب الله أخطأ في تقدير مدة المعركة، ليش أنت بتعرف قديش حزب الله حاطط خطته بمدة المعركة؟ يعني ما عرفت. معقولة أنت برأيك حزب الله هيدي القوة التي تراكمت كل هذه الخبرات من الثمانينات للألفين للألفين وستة إلى الحروب مع التكفيريين؟ يعني ما فات حزب الله مثلا على لما راح لقاتل التكفيريين بسوريا حاطت براسه أنه حزب الله بعد سنة بعد سنتين نحن منخلص؟ هاو صار 13 سنة بسوريا، صح؟ صار 13 سنة بيقاتلوا بسوريا. إذن معركة عند حزب الله لها كل حيثياتها وخططها الجاهزة، وبالتالي ما في حدا يجي يقول أنه حزب الله حط خطة أنه شهرين وثلاثة أشهر بناء على شو؟ لا أبدا. حط خطة حزب الله بتقول لن تقف جبهة الإسناد إلا عندما يتم وقف إطلاق النار. هذا الوقت الزمني تبع المعركة. وبالتالي إذا لم يقف وقف إطلاق النار وبقيت الجبهة مفتوحة سيبقى حزب الله يقاتل في جبهة الإسناد. إذا توسع العدو الإسرائيلي في استخدام أو في ضرب لبنان لحيروح حزب الله إلى التوسيع. خلاص. أستاذ فادي نحن رح نتابع هذا النقاش، لكن رح نتوقف مع فاصل إعلاني قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني ثم نعود بعده لمتابعة هذا الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعود لاستكمال الحوار مع ضيفنا الصحفي فادي أبو ديا. أستاذ فادي، القوات اللبنانية اتهمت الحكومة بالخيانة العظمى على ضوء أحداث الجنوب، وأمس رئيس جهاز العلاقات الخارجية بالقوات كتب على منصة إكس يقول: أوقفوا مسرحية الإسناد والمشاغلة وعبثية وحدة الساحات، كفى بيع أوهام، دمرت غزة وقتلت لبنان يحتضر، لا توازن استراتيجي، لا تحرير، لا رد ولا من يردون. كيف ترد على هذا الكلام؟ هلا طبعا ما بعرف شو مفهوم الخيانة بالنسبة للقوات اللبنانية، لكن بلا شك أنها لا تنسجم مع الوطنية. موقف الحكومة اللبنانية كان موقف مؤيد للمقاومة وجبهة الإسناد حتى يقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. من هذا المنظار يعتبر سمير جعجع أن الحكومة اللبنانية خائنة لأنها تقف إلى جانب أهل غزة وإلى جانب المقاومة، وهذا دليل واضح على أن سمير جعجع هو يعتبر الخيانة هو أن تقف مع المقاومة والوطنية. أما هذا المعتوه الثاني اللي سميته يعني هذا، لا أنت شو خصك أنا؟ هذا المعتوه الثاني اللي سميته لا يستحق لا الرد ولا التعليق. يعني هذا بده يشوف له شي مزرعة دجاج يروح يشتغل فيها أفضل من الصحافة وأفضل من الإعلام. هذا إنسان فاضي فارغ،
وما له قيمة أصلا لحتى لي واحد يحكي عليه ويعلق له على كلامه. إيه نعم سمير جعجع بالآخر رئيس حزب القوات بيتعلق على كلامه، بس هذا إنسان تافه بلا 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 قيمة، وأصلا يعني بشو بدك تناقشه؟ بوطنية؟ ما هو من سمى ما عنده لا عنده وطن لا عنده عقل لا عنده فكر لا عنده أخلاق في التعاطي السياسي لا عنده منطق سياسي، إنسان عنصري طائفي. بس هيدي اللغة يا أستاذ كمان بتعمل تشنج بالبلد. عن جد؟ أكيد. وهو لغته ما بتعمل ارتياح، ها؟ شو بتعمل لغته؟ بس أنتوا بتشوفوا الناس لما بترد، مش عم بحكي عنها، أنتوا بتشوفوا الناس لما بترد، بس أنتوا ما بتشوفوا هيدي الناس. بشكل عام هيدا سجل. لا ما بيصير. اليوم لما هذا إنسان مثل هذا بيتعرض إلى وزير الإعلام. لا هذا مش شارع جبور، هذا شارعكم مجيان للأمانة، بس إنه لا حتى شارع جبور نفس المنطق نفس المنطق. يعني لما مثلا بيتعرض إلى وزير الإعلام أو بيتعرض إلى شريحة كبيرة من الناس أو بيتعرض إلى بيئة كبيرة من الناس تحت مسمى شو؟ إنك أنت أحلى منهم بشو؟ هلأ الخلقة من عند الله ما بدنا نحكي عليها، بس خلقا وأنت شو يعني؟ ما يعني هذا أي منطق؟ هذا يبعث الارتياح عند الناس؟ هذا التصريح يبعث الارتياح على الناس؟ تصريح سمير جعجع يبعث الارتياح على الناس؟ تصريح الكتائب اللبنانية من شو اسمه سامي جميل وانت نازل، وسيبويه الكتائب نديم جميل وانت نازل كمان، يعني كيف بدك انت هيدي الناس ترتاح؟ طب انت تبقى انه هني عم بيهاجموك وبيهاجموا بيئتك وبيهاجموك بشخصك وبكرامتك وانت شو بدك تقول له؟ الله يسامحكم. هذاك السيد المسيح كان يقول له مش نحن. أستاذ فادي، بعد كل هذه المواجهات والتضحيات وأكيد بعيدا عن العاطفة، حزب الله بعد هذه المعركة سيخرج أقوى مما دخل عليها برأيك؟ بلا شك حزب الله خرج أقوى مما دخل في معركة تموز 2006. حزب الله خرج أقوى من معركة طاحنة بمؤامرة كونية ل 86 دولة جاءت تتآمر على النظام في سوريا وبقي أقوى. حزب الله رقم خبرات في أي مكان كان يقاتل به، وبالتالي هذه المعركة بالتأكيد سيخرج منها حزب الله منتصرا قويا مقتدرا، ولن ينقص من سلاحه أي شيء. كل ما يصرفه من سلاح بيرجع إلى مكانه الطبيعي وأزود. ننتقل إلى موضوع رد الإيران أستاذ فادي، الجميع ينتظر هذا الرد لكن ألم يتأخر؟ وهل تعتقد أن الرد سيكون عنيفا وقاسيا أم أنه سيكون ردا معنويا يحفظ هيبة إيران؟ تأخر نعم، لنكون واقعيين تأخر. أما لماذا تأخر؟ لأنه كان هناك مفاوضات وكانت إيران تأمل من هذه المفاوضات أن تسند الشعب في غزة. يعني عندما أرسلوا الأمريكان عن طريق وسطاء أوروبيين وعرب إلى إيران أن تمهلوا بموضوع الرد، نحن نفتح صفحة مفاوضات، هذه المفاوضات ممكن أن تأتي بنتيجة إيجابية. إيران فضلت عن أن تنتظر المفاوضات على أن تفجر المفاوضات، لأنه بهاي اللحظة اللي حمت حديدة المفاوضات المفتعلة، إيران لو تقصف أو ترد لكانت اتهمت بأن هي من فجرت المفاوضات. يعني خليني أقرب لك إياها أكثر. تتذكر بإحدى حروب الإمام علي بن أبي طالب لما رفعوا المصاحف، هو بيعرف أنه عم يخدعوه، ولكن لو عمل الحرب ورفعت المصاحف لقالوا لقد هد الإسلام، شايف؟ نفس الشيء هلأ إذا طلعوا لهم سحبوا كارت المفاوضات قدامه. نعم إيران فيها ترد، بس شو حيقولوا لك؟ فجروا المفاوضات، حيقولوا لك كنا بدنا نوقف إطلاق النار، ولكن إيران عرقلت كل شيء، فضلت إيران أن تتأخر بالرد حتى لا تعرقل أي مسعى. يعني إيران مستعدة أنه ما ترد مقابل وقف إطلاق النار في غزة؟ كان هذا معادلة مطروحة. هلأ مدى استجابة إيران لإلها هذا بوقتها، لكن هاي المعادلة كانت مطروحة وكان أسهمها قوية. أنه إذا وصلنا إلى وقف إطلاق النار هل تكتفي إيران بذلك وعدم الرد، أو يكتفي حزب الله بذلك ولا يرد؟ كان هذه الورقة قوية وكان ممكن استثمار، ولكن طبعا أنا ما عم بقول كانوا بيقبلوا فيها، أنا عم بقول كانت ورقة قوية وأسهمها
صحيح. السماء قوية كانت تتناقش بقوة ولكن ما حصل ذلك. بعد غزة العدو يبدأ عدوانا كبيرا في الضفة، واليوم استشهاد قائد كتيبة الكرم أبو شجاع. يعني يبدو أنه ما في خطوط حمر قدام العدو استرسال أبدا، لأنه المعركة بالنسبة للعدو وجودية. هي معركة وجودية. أنا قلت معك قبل المرة، قلت لك إسرائيل هذه المرة لا تقاتل لأنه في حدا اعتدى عليها بمكان ما. إسرائيل هذه المرة تقاتل لأن وجودها مهدد بالزوال. إسرائيل شعرت أن وجودها لم يعد آمنا نتيجة كثير معطيات شرحهم سمحت السيد، منها عقدة الثمانين، منها غيرها، منها كذا. والأهم أن الحماس والمقاومة عندما تصل وتفعل ما فعلته في 7 أكتوبر، يعني هذا الكيان هو كيان مهترئ من الداخل. ما بدي أرجع على الضفة، بس لأنه عم تحكي عن الحرب الوجودية، إسرائيل تقول أنها تخوض حرب وجودية، لكن برأيك محور المقاومة الآن هل يخوض أيضا حرب وجودية؟ لا هل أبدا. هل يمكن لمحور المقاومة أن يقبل بهزيمة حماس في غزة مثلا؟ شوف، سؤالك جدا رائع. أولا الفرق بين محور المقاومة وبين الكيان الإسرائيلي أن الكيان الإسرائيلي يخوض معركة وجودية تتعلق بوجوده، أما المقاومة تخوض معركة تردع وتردع إسرائيل وتسند المقاومة في غزة، وليست هي المعركة الشاملة الكبرى التي يخطط لها محور المقاومة. ومن اليوم الأول قال السيد نصر الله بشكل واضح، ليست هذه المعركة التي نسميها المعركة الشاملة، معركتنا اليوم هي معركة نقاط بشكل واضح. لذلك محور المقاومة كان حريص بشكل واضح أن تكون الإسناد مدروس محسوب رادع وسواء يسند المقاومة في غزة. يعني ما كان عم بيعلي دوز الضربات، ما كان عم بيعلي نوع الأسلحة، كان عم بيعمل كتير من الحسابات حتى لا ينزلق أو لا يجر إلى حرب شامل ويبقى في نفس الوقت يساند المقاومة في غزة. هل يقبل محور المقاومة بهزيمة حماس؟ مطلقا لن يقبل محور المقاومة تحت أي مسمى من المسميات أن تنهزم حماس. يجب أن تخرج حماس من هذه الحرب منتصرة. طيب اللي عم يحضرنا، كيف بدأت تطلع حماس منتصرة وتدمرت البيوت وما ضل ولا بني آدم بغزة، ما ضل ولا بيت بغزة، ما ضل ولا كذا. إسرائيل تمتهن وتتكابر بقتلها للأطفال والنساء. إسرائيل حتى اليوم تستطيع أن تضرب بيوت وتهدم منازل. إسرائيل حتى اليوم تقوم بعمليات اغتيال موضوعية ونتيجة زرع جواسيس وعملاء واستخدام كبرى التقنيات التجسسية في العالم. لكن إسرائيل من 11 شهر حتى اليوم هل استطاعت أن تواجه بدباباتها قاذفات الياسين أو غير الياسين من حماس؟ هل دخلت في معركة من رجل إلى رجل مع حماس وانتصرت بها؟ حتى اليوم حماس رغم كل الدمار التي حصل ورغم كل الصواريخ ورغم كل الطائرات الحربية ورغم كل الرادارات التي تحصل، لا زالت حماس تخرج من أنفاقها تقوم بعمليتها ثم تعود. وهلأ وقف، هلأ أنت شوف انتصار حماس وين. هلأ جيب أي اتفاق بدك إياه بالتاريخ، أي اتفاق بدك إياه بالكون وحطه واعطيه لنتنياهو بونس، قل له هذا اتفاق، شو بدك الأسرى يطلعوا ويبقى بغزة مثلا؟ شو بدك؟ لا ما في يبقى بغزة، يعني انت ما في في حد أدنى من المفاوضات إلى علاقة بعودة أهل غزة إلى بيوتهم، بإدخال المساعدات، بفك الحصار عن غزة والخروج من قطاع غزة. طب أول حلقة حكيت عن مفاوضات. ايه؟ أنا ناطق على هون. ايه؟ هون أنت جيب أي اتفاق بدك إياه بالتاريخ وقول إنه ما في مشكلة تقنية. بالحديث عن المفاوضات أستاذ فادي، هل تعتقد يعني أننا نقترب منها؟ لأن البعض قد نعاها رسميا واعتبر أنها فشلت وأن ولا يمكن الرهان عليها. من فشلها؟ العدو الإسرائيلي. لا لا، قبل العدو الإسرائيلي، إدخال شروط أمريكية جديدة على المفاوضات وتعنت الإسرائيلي في عاملين، عامل إدخال الشروط الأمريكية الجديدة على المفاوضات في مقابل التعنت الإسرائيلي، يعني عملياً لفجر المفاوضات الأمريكي والإسرائيلي. وهذا أكبر دليل على أنه الأمريكي كاذب لا يريد إيقاف الحرب،
الإسرائيلي يسعى إلى قضم أكثر ممكن من الأراضي لتثبيت احتلاله على مناطق لم يكن يدخل إليها في مسبقا. صحيح. وبالتالي كل صور الانتصار التي يجمعها ستسقط عندما يتم وقف إطلاق النار. تم وقف إطلاق النار، طلعوا 100 شخص من حماس، 100 شخص من حماس وحاملين سلاحهم وطلعوا عملوا مسير وحطين عصباتهم وطالعين حاطين بسلاحاتهم وشعار حماس وطلعوا. وين وجه الانتصار للإسرائيليين؟ صحيح. ما بيقدر حدا يقتلع حماس من فلسطين، لأن حماس هي من قلب الشعب الفلسطيني. بس استفادي رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مصمم على استمرار الحملة العسكرية ومصمم على البقاء في بعض النقاط المركزية في غزة. إلى علاقة بأمرين. الأمر الأول إلى علاقة هذه استمرار الحرب ببقائه في الحكم. اثنين إلى علاقة بتحقيق انتصارات. إسرائيل إذا هلأ بتوقف إطلاق النار، برجع بقول لك، تحت أي بند من البنود وتحت أي صورة من صور الاتفاق، إسرائيل هزمت. حتى مثلا شفت الدمار كل اللي عملته، بمحور في وهي المجازر كلها اللي عملتها. صحيح. وقف إطلاق النار، إسرائيل هزمت. رح تشوف العالم كله عم يطلع يقول ايه وشو عملت إسرائيل؟ ولا شيء. دمرت، قتلت، سبت أطفال، هجرت، ارتكبت مجازر. أي جيش عنده طيران حربي بيعمله، أي جيش عنده عقيدة إجرامية مثل عقيدة الجيش الإسرائيلي بيعمله. طيب، أما تحقيق الانتصار يكون بناء على تحقيق الأهداف مش على القاتل. تحقيق الأهداف، شو الأهداف اللي حققتها؟ صح، لم يستعيد الأسرى، حتى ما عنده سيطرة ميدانية على الأرض. بس خليني ارجع على موضوع الضفه استاذ فادي. البعض يطالب اهالي الضفه بالانتفاض، بالمقاومه، لكن ثم من ينتقد هذه المطالبات من ناحيه ثانيه لانه بيقول لهم شو بدكم يصير بالضفه مثل ما صار بغزه. كيف تعلق على هذا الكلام؟ وشو المطلوب من اهل الضفه اليوم استاذ نفس فادي؟ ما كان يطلب، نفس ما كان يقال لاهل الجنوب عندما دخل الجيش الاسرائيلي الى جنوب لبنان، ما تقاتلوا حتى ما تنقتلوا، هيك ما تقاوموا حتى ما حدا يعتقلكم، اوعى حدا يحمل سلاح ضد الاسرائيلي لانه هذا جيش قوي، هذا كذا هذا كذا، ويهولوا على الناس ويهولوا على اهل الجنوب وعلى اللبنانيين بشكل عام المقاومين والشرفاء. ولكن هيدي الفئه القليله اللي كنت عم تشوفها عم بتقاتل 2 و3 ومجموعات 5 و10 و20 و50، كبرت صارت بالمئات، كبرت صارت بالالاف، حتى وصلت الى مكان فللت الجيش الاسرائيلي مهزوما من لبنان بلا قيد بلا شرط بلا أي شيء. هاي 2000. طيب بال2006 وعد قاتلوا إسرائيل بتدمر لبنان، بتعمل بتسوي، راحت جابت أمريكا، جابت بريطانيا، جابت فرنسا، جابت ألمانيا، جابت بعض الدول الخليجية حطتها معها، حتى يعبر أحدهم في ذلك الوقت كنا نشتم رائحة النفط السعودي من الطائرات الحربية الإسرائيلية، ومع ذلك لم تنتصر إسرائيل. المطلوب من أهل الضفة أن يستسلموا، أن يسحقوا أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية. حتى ليش؟ حتى لا يتكرر مشهد غزة أمامهم. إذا مشهد غزة شو صار؟ عنوان للرعب، عنوان للتهويل، مثل ما كانوا يعملوا الدواعش. شو كانوا يعملوا؟ يفوتوا على قرية، يذبحوا أهاليها، نسائها، أطفالها، يبثوا مشاهد رعب. تتذكر هن عم يحرقوا الأسير وهن عم يعملوا كذا. شو كانوا يعملوا بهذه الأفلام؟ هي عبارة عن التهويل والرعب الذي كان يسير أمامهم. فأنت لما يفوتوا تعرف أنه فاتوا على أي بلدة شو تعمل؟ تنهزم مباشرة، بلا ما تقاتل، بلا ما تقاوم، بلا ما شي، تسلمهم كل شيء بدك إياه. هو نفس المشهد هلأ. لا، هذا يؤكد ما قلته عندما ضرب البقاع، لا يمكن وليس لدينا أي خيار آخر سوى المقاومة. بس فادي، لا تراهن على اتفاقيات دولية، ولا تراهن على مجتمع دولي، ولا تراهن على مجلس أمن، ولا على أمم متحدة، ولا على جمعيات، ولا على لجان، ولا على قوانين دولية، ولا على مواثيق دولية. ما تراهن على شيء. هاو كل كذب ودجل بيد الأمريكان لخدمة إسرائيل. راهن على زنودك وعلى سلاحك وعلى بارود وعلى رصاصتك، هي الطريق الى التحديث عن السلاح.
ما آخر المعطيات لديك حيال قدرات حماس في غزة بعد تقريبا 50؟ لا زالت قدرات قوية وقادرة على الصمود وبعدها بتقاتل على قد ما مرق بالحرب. ما في خوف عليها يعني؟ أبدا. استاذ من فترة كنت بموسكو، كيف كانت الزيارة؟ وبدي أسألك، يعني البعض يراهن على روسيا والصين في لمواجهة العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل الوقوف في وجهه، أو أنه نشكل موقف ونكون حليفنا. برأيك ما هو الموقف الروسي الآن في لمواجهة العدوان؟ أولا ما حدا بيقول أنه روسيا الآن ستأتي بدباباتها إلى جنوب لبنان لتقاتل الجيش الإسرائيلي، ولا الصين ستفعل ذلك. لا أكيد ما في. لكن إذا أردنا أن نستعرض موقف روسيا تجاه العدو الإسرائيلي، بنشوف منذ بداية غزة روسيا حملت المسؤولية الكاملة للأمريكان في سياستهم بالشرق الأوسط، لأنهم كانوا منحازين بشكل كامل إلى إسرائيل دون النظر إلى حقوق الفلسطينيين. اثنين، نرى أن روسيا أدانت بشكل كبير الجرائم الإسرائيلية التي حصلت في قطاع غزة، وكانت بشكل دائم إلى جانب حقوق الفلسطينيين، سواء كان بما يسمى بحل الدولتين أو بإيقاف المجازر أو بالمبادرات والمساعي التي قامت بها روسيا من أجل إيجاد مخرج وتسوية في المنطقة على قاعدة وقف إطلاق النار. من الذي كان يعرقل كل هذه المساعي؟ الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنها لا تريد أي دور لروسيا في المنطقة. لماذا؟ لأنها لا تريد لروسيا أي مسعى يستطيع أن يصل إلى وقف إطلاق النار في هذه المنطقة. روسيا حليفة الشعوب التحررية، هكذا هي روسيا السوفيتية، وهكذا هي روسيا اليوم الاتحادية. روسيا دائما إلى جانب الشعوب التي تريد أن تحرر أرضها، وهي تعطيها كل الشرعية القانونية والشرعية الإنسانية في تحرير أرضها، لأنها عانت من الاحتلال النازي، من احتلال هتلر، وهي لم تستخدم وسيلة إلا المقاومة لتحرير أرضها. اليوم هي تعاني من الاحتلال الناتوي عن طريق الأراضي الأوكرانية والاعتداء على الأراضي الروسية، وهي فعلت ما يفعله الشعب الفلسطيني وما تفعله المقاومة من خلال استخدام سياسة المقاومة من أجل حرية البلدها وسيادة أرضها. ليس هناك أحد من يعلم بالمقاومة إلا روسيا وهذا المحور بشكل كامل، لأن هذا المحور تشارك بتقديم دماء. روسيا قدمت 2 مليون شهيد في على أرض وطنها من أجل الحرية. أنت قمت بزيارة موسكو برفقة عائلة الإمام موسى الصدر، ونحن على مشارف ذكرى 46 على تغييب الإمام موسى الصدر. كم نحتاج الإمام موسى في هذا الوقت؟ الإمام موسى الصدر هو وجه لبنان المشرق الذي يعبر بشكل أساسي عن وحدة التعايش، الوحدة الإسلامية، عن التعايش الإسلامي المسيحي، عن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة التي تقوم على مبدأ المقاومة أعداء لبنان وتحرير هذا البلد من براسن الظلال والخفافيش والأيادي السوداء التي تعبث بهذا البلد. الإمام موسى الصدر هو ذلك الإمام الذي كان يمثل رؤية لبنان في حداثته بهذاك الوقت. عندما نتحدث عن الرؤية العملاتية في المجتمع، وحدة المجتمع اللبناني، كم نحتاج اليوم إلى وحدة وتضامن في هذا المجتمع اللبناني؟ كم نحتاج إلى مواقف الإمام موسى الصدر بترجمتها العملية على مستوى السياسة اللبنانية وسياسة السياسة الدولية؟ لم يكن يوما يمالئ الإمام موسى الصدر في موضوع المقاومة ولا في موضوع التعايش. من أسس هذه المقاومة؟ ومن موضوع التعايش، لأن التعايش يمنح الوحدة. الوحدة الإسلامية تعطي البعد الوحدوي الإسلامي، وبالتالي نحن نحتاج إلى هذه الشخصية بشكل كبير. أكيد. نسأل الله أن يعيده ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين إلى هذا الوطن. صح. وإلى اللبنانيين. أكيد. الأحرار الشرفاء. صح. الذين يشبهون الإمام موسى الصدر ورفيقيه في هذه. أكيد. أنا بضم صوتي لصوتك. أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا. شكرا على حسن المتابعة.